صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. من خلالكم بدنا نحكي هالشغلة. عم بتطلع بنشرة الأخبار الساعة 8 المساء ببيروت على التلفزيونات، بشارة الراعي باجتماع كاريكاس ما كاريكاس بيقول، بيحكي عن التكنولوجيا وعن الدول، نكع الأمريكان إنه بدنا نعمل ديمقراطية بالشرق الأوسط. ايه شو الديمقراطية بالشرق الأوسط؟ شو هالجريمة إذا كان في ديمقراطية بالشرق الأوسط؟ واللي بيصلي يصلي مثل ما بيريد، شو دخل الله بالديمقراطية؟ بس عم تبرم علي تتمرقها غير شيء. تلفت وبتقول هنا ليكوا بسوريا عم بيطالبوا بالإصلاحات، يعني عم بتحمل الشعب اللي طلع بده إصلاحات بسوريا، أصبح تكفيريين يعني، شو دخل الله بالإصلاحات؟ إذا هالشعب بيصلي ببيته إيه إذا كان مؤمن؟ إيه مؤمن. مؤمنين بدين الإسلامي الأكثرية تبع الشعب السوري، ليش لا؟ إذا منو دين عم بتمرقي تتسند النظام مثل ما مرقت بالأول. هذا اللي بيخوفنا منك، وهذا اللي بيخلينا نقول عنك إنك معدوم الضمير ومعدوم الأخلاق. ما لك علاقة مع السيد المسيح ولا بالله. إذا السيد المسيح اللي طلب إنه يساند الفقراء ويساند الناس صلبوه، إذا اللي صلبوه الجلادين ما عن حق، هو المخطئ. يعني هيك بدك تقول يا عيب الشوم عليك، انت حامل رسالة السيد المسيح، لك كيف مرقت الكلمة؟ انه هون تفرشوا كمان الغرب بده يقلنا ديمقراطية ليكو وين وصلنا، والتكنولوجيا بلشت بالتكنولوجيا بالاول. ايه ممنوع يصير في تكنولوجيا؟ ممنوع نشوف السبيس الفضاء ونفوت فيه ونكتشفه؟ ما لها علاقة التكنولوجيا والعلم؟ شو دخل الله بالعلم؟ يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على هالإبرة المسلي السم اللي مرقته. أنا بطلب من الائتلاف الوطني السوري يلي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري يرد عليك. إيه يرد عليك بكل معنى الكلمة. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. ما زلت على رأيي أنت إنسان معدوم الضمير ومعدوم الأخلاق، لك كيف من رأت للكلمة؟ سكتوا لك علي ما حدا انتبه. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.